مرحبا بكل متابعين عبر ارتي اونلاين بحلقه جديده من برنامج ناس اونلاين. معكم بهذا البث انا يارا سليمان. ضيفي بحلقه اليوم هو مخرج سوري اختير ليكون ضمن لجنه تحكيم الدوره 17 من مهرجان كازان الدولي للسينما الاسلاميه التي تقام في بين 5 و10 من شهر ايلول المقبل تحت شعار حوار الثقافات وثقافه الحوار. المخرج السوري المهند كلثوم حاصل على ماجستير في الإخراج التلفزيوني والسينمائي من أكاديمية خاركوف الحكومية في أوكرانيا، أيضا مؤسس مشروع أيام دمشق السينمائية لأفلام الطفولة واليافعين منذ العام 2018، وكان عضوا في لجان تحكيم عدد من المهرجانات السينمائية العربية والدولية، وله كثير من الأعمال إن كانت الأفلام السينمائية إن كانت روائية مثلا في أوكرانيا مثل لماذا وكف، أيضا في سوريا لديه أعمال وأفلام روائية مثل 29 شباط، توتر عالي، على سطح دمشق، ومؤخرا فوتوغراف. من أفلامه الوثائقية أيضا في سوريا كان البرزخ ورحلة الحرير السوري وغيرها طبعا الكثير، لا مجال ممكن لتعداده مشان ما نطول بالمقدمة. معنا اليوم بحلقة اليوم المخرج السوري المهند كلثوم، رح ينضم لنا من العاصمة دمشق لنتحدث عن هذا المهرجان المقام في كازان، أيضا عن مسيرته الفنية ورأيه بالسينما السورية والعربية. بدي أقول لك مساء الخير المهند. مساء الخير، ومساء الخير لكل المتابعين RT أونلاين. مساء الخير من دمشق الياسمين إليك ولفريق العمل. مساء الخير لكل المشاهدين سواء بسوريا وبكل أنحاء العالم حتى بروسيا. يسعد مساكي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك معنا المهند. يعني بداية، يعني هو شيء جميل اختيارك، وبعتقد هو إضافة كاختيارك لك بعضو، يعني كعضو بين أعضاء التحكيم بمهرجان كازان الدولي للسينما الإسلامية. ممكن السؤال اللي راودني أول شيء، كيف بيتم اختيار يعني المخرجين والفنانين لحتى يكونوا بلجنة التحكيم؟ تماما. هلأ الاختيار دائما بيكون حسب نوع المهرجان اليوم، وحسب خصوصية المهرجان وحسب بلد المهرجان. في مهرجانات بيكون هو عبارة عن انتقاء من إدارة المهرجان أو من الجهة المنظمة للمهرجان، ولكن اليوم مهرجان كازان للسينما الإسلامية الخصوصية هو بيتم عملية ترشيح من الإدارة العليا للمهرجان، بالإضافة مع مجلس المدينة، بالإضافة مع اتحاد السينمائيين بجمهورية تترستان، وصولا إلى العمدة، مكتب العمدة أو المحافظ، ووزارة الثقافة التترية التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي. بتم ترشيح الأسماء ويتم التصويت عليها. يعني فينا نقول هي عملية انتخاب وترشيح حسب عدة معطيات، هي التحصيل العلمي، الخبرات السينمائية، عدد الندوات، عدد المحاضرات، عدد الأفلام اللي اشتغلها السينمائي، أو عدد المؤلفات أو الإنجازات السينمائية اللي اشتغل عليها. ممكن يكون مخرج، ممكن يكون ممثل، ممكن يكون منتج، ممكن يكون مدير مهرجان. فهي تؤخذ هذه الأشياء أو الخيارات بعين اعتبار كل مهرجان أو اللجنة العليا المنظمة، ويتم التصويت عليها بطريق الانتخاب، خليني أقول، واللي بيجيب على أصوات أكثر من الترشيحات أو اللجنة العليا المنظمة بيوقع عليه الاختيار. طيب. اليوم تمام. مهرجان كازان هو المعتمد بعضوية لجنة التحكيم، لازم يكون 10 أشخاص بهذا المهرجان. طب إذا سألتك أنت كمخرج وصانع أفلام، يعني شو أهمية مهرجان كازان للدولة للسينما الإسلامية تحديداً؟
هلا اليوم أهمية مهرجان كازان بالنسبة لي للمهند كلثوم هو مهرجان مهم. أنا كنت بال2005 من عشاق هذا المهرجان وقت ما كنت بعدني بصفوف أو على قاعد الدراسة بمعهد السينما، لأنه كان انطلاقته بال2005، فكان هو كطلاب نحن حلم إنه نروح على هيك مهرجانات. خصوصية هذا المهرجان بالنسبة للمهند كلثوم هو بيطرح قضية إنسانية وجميلة جدا، هو التعايش السلمي و الاندماج وتبادل الثقافات الحضارية. إذا اليوم إن مهرجان كازان للسينما الإسلامية هو فقط يعني كمضمون او اسم، يمكن الناس تقول لك بس بيعرض افلام اسلاميه او تخص المسلمين، لا، اليوم هو بيعرض كل الافلام، كل الافكار اللي بتدعي للتسامح والعمل الخير والتسامح بين وتبادل الثقافات بين الشعوب. اليوم كازان، مهرجان كازان للسينما الاسلاميه هو شانه شان اي مهرجان بروسيا الاتحاديه، في خليني اقول مهرجان للسينما ايضا المسيحيه. مهمه هيك مهرجان هي ليست ترويج للطابع الديني فقط، ولكن للصفات الحميده والعمل الخير والتسامح بين الشعوب وتقرب وتقريب الشعوب فيما بينهما. نرجع لأصل السؤال، أنت قلتي لي شو بيعني لك؟ هو مهرجان عريق. إذا اليوم إن بدايته كانت بال2015 بال2005 عفوا، اليوم نحن بال2021 وهو مستمر، وكل ماله عم بتكبر جماهيريته وأفلامه وقوة أفلامه حاضرة دائما صحيح بهذا المهرجان. صحيح، يعني وهو من أهم المهرجانات السينمائية المقامة بروسيا. طيب المهند، يعني بعد مشاركاتك الكثيفة والكثيرة، إن كان ممكن إنه على صعيد الأفلام إنه أنت بتشارك بمهرجانات دولية أو حتى كمحكم بهي المهرجانات، شو الفروقات اللي لمستها بهي المهرجانات الدولية ومن خلال ممكن الأفلام الدولية اللي أنت عم بتشوفها مقارنة بالسينما العربية؟ هلا كل شيء له خصوصية. اليوم أنا بحكم سفري سواء مشاركاتي بالمهرجانات كصانع أفلام وبعرض أفلامي على الجمهور، أو سواء مشاركتي بعضوية لجان التحكيم، المشكلة في فارق أكيد ثقافي الجمهور المستهدف، بينما إذا بدنا نقارنها بالسينما العربية يعني كثير، يعني نحن هنيك هن دخلوا بمجال الصناعة ونحن بعدنا بمجال الإنتاج، يعني إنه إنتاج بالاعتماد على عدة مؤسسات ثقافية أو مؤسسات تنموية لحتى يصنع الإنسان الفيلم. كل صانع أفلام بيحاكي طبيعة خصوصية البلد اللي عم بينشئ فيه الفيلم، فأكيد في فرق بين الفروقات، يمكن طبيعة الدعم، طبيعة الفكر اللي نحن عم نشتغل بس عليه. انت هون عفوا للمقاطعه المهند، انت هون عم تحكي عن السينما العربيه بشكل عام انه هي لسه بطور الانتاج ام تحديدا السينما السوريه؟ وانا بدي ادخل على سؤالي القادم، لا، يعني كيف بتقيم السينما السوريه؟ تفضل. أنا عم بحكي بشكل عام على السينما العربية. نحن المشكلة السينما العربية يمكن للأسف بس بلد عربي، يمكن صناعة السينما عندهم متطورة، هي جمهورية مصر العربية، هنيك عندهم صناعة سينما، عندهم فن السينما في منافسات. أما إذا بدي أحكي تقييم على السينما العربية بشكل عام، مصر هي خليني أقول الوحيدة. بالترتيب الأول الوحيدة اللي اعتبرت السينما هي صناعة وليست مجرد إنتاج، أو خليني أقول بشكل أوسع هي مجرد نشاط ثقافي. طب خلينا نتخصص أكثر ما يخص السينما السورية، وأنت سينمائي سوري، كيف بتقيم حال السينما السورية حاليا؟
نحن مثل شعوب السينما العربية نحن بعدنا بظل الإنتاج، يعني نحن بعدنا حتى اللي عم نقدمه نحن بصناعة السينما هي عبارة عن محاولات. السبب الأساسي هو الإنتاج محكوم فقط في القطاع العام، يعني اليوم القطاع العام هو إمكانيته ينتج لنقول 3 أو 4 أفلام من النوع الروائي أو الوثائقي الطويل، بالإضافة إلى عدة أفلام روائية قصيرة أو وثائقية. هذا لا يكفي لحتى نقول هو واقع السينما مزدهر. بعدين عندنا مشكلة ثانية تواجه السينما السورية، صالات العرض. يعني اليوم عندنا فقر شديد بصالات العرض. يمكن بدمشق هي العاصمة الجميلة، بس عندك صالة سينمائية وحيدة وهي خليني أقول تصلح للعروض السينمائية الاحترافية، وهي قطاع خاص. اليوم نحن إذا بدنا نقول واقع السينما العربية السورية شو هو، يعني بقول لك يعني نحن معتمدين على إنتاج القطاع العام. لحتى نطور هذا الـ الإنتاج السينمائي، خلينا نقول بشكل موسع إنه يجب دخول القطاع الخاص على مجال السينما لحتى نصير نواكب الدول المجاورة ونصنع تمام. ونفوت على مجال الصناعة وليس فقط الإنتاج. اليوم رأس المال الخاص هو جبان، يمكن منشغل هو بإنتاج وتسويق الأعمال الدرامية التلفزيونية. وانا بدي اسالك، ممكن يعني البعض بيشوف انه الدراما التلفزيونيه تحديدا السوريه تطرقت للازمه خلال السنوات الماضيه، هل بتشوف انه في اعمال سينمائيه سوريه لامست الازمه السوريه بواقعيه، ام مثل ما بيوصفها البعض انه هي فعلا بتلعب بس على الجانب العاطفي عند المشاهد؟ سؤال مهم، ولكن اليوم انت الدراما التلفزيونية فترة او مساحة انتشارها خليني اقول هي للمتلقي السوري والمتلقي العربي اليوم، بينما بطبيعة اللغة وبطبيعة الاحداث وبطبيعة الفكر اللي نحن عم نطرحه. ولكن السينما كانت هي سفير أو صوت المأساة السورية والحرب السورية وما يحصل في سوريا عبر كثير مهرجانات دولية بعدة بلدان. ولكن هون سؤال ذو شقين. اليوم من يعتبر السينما السورية أنها هي فقط تلامس خليني أقول كثير شاعرية وكثير تتطرق للجوانب الإنسانية. اليوم نحن كصناع سينما بعتقد إنه قدرنا بعض من صناع السينما وبعض من أفلامنا إنه تكون بمنافسة مع الأفلام الأجنبية بعدة مهرجانات وتطرح القضية السورية وتحقق نجاحات. ولكن صار في تشتيت بمصطلح اليوم الفيلم السوري. في صار في عندك سينما الداخل يلي هي بتنتج المؤسسة العامة للسينما او ما تم تصويره في الأراضي السورية تحت مظلة الدولة السورية، وفي افلام خارج هي افلام مخرجينها وصناع سوريين ولكن تم تصويرها خارج سوريا. فهون كيف معادلة صعبة، كيف بدك تقيمي وجهتين نظر هن وجهة نظر سورية ولكن مختلفين في المكان أو في البيئة الجغرافية والمكان الجغرافي لتصوير الفيلم. في مخرجين صوروا أفلامهم بسوريا ونافسوا وأيضا بطرح معين، وفي مخرجين آخرين أيضا صوروا أفلامهم ولكن خارج نطاق الدولة السورية، أي ببلدان أخرى خليني أقول،
وكمان طرحوا افكارهم ووصلوا لمهرجانات التتويج، مهرجانات ومنصات التتويج، ولكن معظم المهرجانات التي تقيم افلام الزملاء المخرجين السوريين يتم تسييس المهرجان وتسييس الأفلام حسب موقف الدولة المستضيفة أو الدولة الداعمة للمهرجان. تمام، يعني إذا ممكن حكيت بجانب آخر يعني من الصفات الشخصية ممكن متداولة عن المخرج، إن كان بشكل عام شو كانت جنسيته، إنه هو حدا عصبي، حدا ديكتاتوري بيكون بسيت التصوير. أنا بدي أسألك إنه أنت فعلا هيك لما بتكون أنت عم تشتغل العمل؟ مو شرط دائما، انت اليوم وقت ما يكون معك كاست او فريق عمل انت دائما بتشتغلي معه بتتعاوني معه، يمكن تعودنا مع بعض خليني اقول، بس الى بعض الاحيان يجب ان يكون هناك حزم وليس عصبية، فممكن نحن بنفهم الحزم او الجدية بالعمل هي نوع من العصبية، ولكن لا، هناك فرق شاسع بين الجدية وبين العصبية. يعني أنا حبيت جاوبك هيك لأختصر الحكي، إنه نحن عصبيين أي شيء ممكن إذا ما تم إتقانه وشغله الجيد، يمكن بعتقد إنه يعني هل انا بفهم انه انت عصبي عم بتبرر؟ ممكن يعني ممكن انت عم تبرر هلا هي الحاله اللي بتكون موجوده فعلا، هي نوع من التوتر بتكون موجوده عند المخرج لحتى يضبط العمل بشكل كامل. هلا انا معك، ممكن انا اكون احيانا اكون عصبي نوعا ما، ولكن نحن معذورين بسبب ظروف العمل اللي والضغط، نحن ببلد كثير مضغوطين، فيمكن نكون عصبيين شوي، فسامحونا. تمام، أنا كمان بدي أقول إنه يعني المهند صديق على صفحتي الشخصية على الفيسبوك، فأنا بشوفك المهند دائما بترقد ما يخص يعني عندك ممكن ملاحظات ما يخص الإعلام السوري، يعني عندك ملاحظاتك الشخصية، وأنا من متابعتي ل ممكن تصريحاتك الإعلامية فهمت إنه أنت ممنوع من الظهور على شاشات الإعلام السوري، شو السبب؟ تمام. هلا دور الفنان دائما هو ناقد ليصحح اي خطأ، دور الاعلامي كمان هو ناقد ليصحح اي خطأ بالمجتمع. اما النقد العبثي انا ما بحبه، ولكن دائما اي قضايا، اولا واخيرا قبل ما اكون انا مخرج او اعلامي او حضرتك اعلاميه، نحن مواطنين سوريين، فمن هون بتبلش الحكايه. هلا اكيد سبب منعي من على وسائل الاعلام الرسميه السوريه كان يمكن كل الناس بتعرفه، المقربين بدمشق وحتى بزملائي بالوسط، هو بسبب خلاف شخصي بحت مع القائم على وزارة الإعلام السابق، الوزير السابق، فهذا السبب منعت من الظهور على الإعلام الرسمي السوري من شهر، خليني أقول 6 أيار، بمناسبة عيد الشهداء كمان، أنا والدي شهيد، كنت عم بحتفل بعيد الشهداء، فخبروني إنه بسبب خلافك مع وزير الإعلام تم منعك ب6 أيار 2018 ل10 آب، ما بعرف إذا مفك المنع، بس بالتغيير الوزاري أكيد نحن متأملين خير بالإعلام الرسمي السوري. يعني خليني أسألك ممكن سؤال ما قبل الأخير، علاقتك بالطفل قوية، والطفل يعني هو عنصر مهم موجود بأعمالك الفنية، شو السبب؟ ببساطة اليوم يمكن معظم المشاريع اللي اشتغلتها هي موجهة للطفل، سواء من المغامرة السينمائية، سواء من مشروع يلا سينما، سواء من مشروع سينما الطفل، سواء من
المشروع الأخير هو مهرجان أيام دمشق السينمائي لأفلام الطفولة واليافعين، هو موجه للطفل لأنه باعتقادي إذا نحن بدنا نصنع جيل مثقف ومحصن فلازم نسلحه، خليني أقول نبني له شخصية، شخصيته ونبني له وننمي له قدراته ومواهبه حتى يخوض هذا الشيء. فأنا من خلال دراستي للسينما، يمكن السينما لو كانت موجودة ببلدنا أو حتى الفنون الأخرى لو كان في اهتمام بالطفل من المؤسسات وخليني أقول الاتحادات والجمعيات المجتمع الأهلي أو حتى الرسمية بمواهب وتنمية مواهب الطفل السوري، يمكن اليوم طفلنا محصن جداً وما كان في خوف على طفلنا السوري. ولكن يمكن من خلال دراستي انا ومن خلال تجربتي للتجربه خليني اقول الروسيه بحكم دراستي باوكرانيا وفيما بعد في روسيا، حسيت انه لازم نصنع شيء للطفل السوري. فمن هون وقت بعد ما تخرجت بلشت مشاريع، الفئة المستهدفة هو الطفل السوري لحتى ننمي قدراته ونصقل شخصيته، ووقتها على ما أعتقد يعني بيكون قادر يثبت حاله بعمله سواء اشتغل بالفن أو بحياته العملية اللي ممكن خليني أقول يدرس أو يشتغل بمجال آخر بعيد عن الفن. ولكن هو محصن، ما شاف أفلام، طلع على ثقافات أخرى، بنى شخصيته من خلال عدة يعني أخيراً المهند، خليني أسألك شو الأعمال الفنية القادمة إليك؟ هلأ الأعمال الفنية القادمة أكيد مهرجان عضوية لجنة التحكيم بكازان، رح سافر وإن شاء الله بعد ما أرجع عندي فيلم روائي طويل عم بشتغل عليه حالياً، رح بلش الاستعداد له بعد ما رجعت من روسيا، حب في زمن الثورة، وإن شاء الله تفاصيل قريبة راح تكون. وعم جهز لحفل افتتاح جمعية مؤسسة سورية تعتني بالفن والمبدعين السوريين، راح يكون هو حفل مسرحي سينمائي بدار الأوبرا بالعاصمة السورية دمشق، هذا كله بعد عودتي من موسكو. إن شاء الله، طبعاً نحن بانتظارك وجودك بروسيا ومشاركتك بمهرجان كازان، ممكن تكون معنا أيضاً بلقاء هون باستديوهات RT. بدي أتشكرك المخرج السوري المهند كلثوم، شكراً جزيلاً لك، والشكر موصول لكم متابعينا عبر RT أونلاين، وابقوا معنا دائماً لأن معكم فقط تكتمل الصورة.